كولي حال حاجه اللي نقدر نضمنها لكم ان نسمعوكم ونوصلوا الانشغالات تاعكم للمسؤولين تاعنا. حنا رانا مسؤولين المشكل اللي نقدروا نحلوه على مستوانا. مرحبا. المكتب الولائي لعمال الضرائب لولاية غليزان باحتضان الملتقى الجهوي للفرع النقابية لناحية الغرب، وهذا من أجل مناقشة مختلف المشاكل الاجتماعية والمهنية للعمال والعمل على حلها مع الإدارة المركزية. هذا الملتقى الجهوي تاع الغرب باش يكون اتصال مباشر بين الفروع النقابية والمديرية العامة للضرائب والمديريات الجهوية والمدراء الولائيين لطرح انشغالاتهم ونستمعوا الحلول اللي نقدروا نحلوها. كبيرو تاع الاتحادية باش نديروا الدورات على مستوى الوطن باش نسمعوا انشغالات تاع العمال وتاع فروع النقابية واش كاين. المشاكل الضرورية والجد ضرورية الفتح المسابقات، إدماج العقود ما قبل التشغيل، رفع منحة التقاعد وخاصة هذه النقطة. احنا نطالب السيد رئيس الفيدرالية بالتدخل في أسرع وقت لإيجاد حلول لهذا التعاضدية سيراميتيال. لدينا وعود من طرف السادة المدراء والسادة الإخوة النقابيين على المستوى المركزية بتسييد هذه الحلول على الميدان.